حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف من واشنطن سعادة النائب عمار جنبر عضو مجلس النواب. أهلا ومرحبا بك في نشرة الأخبار. لو تحدثنا عن مجريات هذه الزيارة وما أبرز ما دار من محادثات خلال اللقاء المشترك بين الجانبين البحريني والأمريكي. الزيارة الراهنة هي فرصة نوعية للبدء في مرحلة تعاون متقدمة بين مجلس النواب والكونغرس الأمريكي، ومنها إيجاد خارطة طريق وبرنامج عمل فاعل يقوم على إيجاد رؤية مشتركة وبرامج موحدة وزيارات متبادلة من أجل تبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المحافل المختلفة. واستعرضنا خلال اللقاء المخرجات المتنامية فيما يتصل بالإصلاحات الاقتصادية وأيضا ما توفره مملكة البحرين من بيئة جذابة للمستثمرين، وأكدنا أن فرص التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي بين مملكة البحرين وأمريكا متاحة على نحو غير مسبوق نظرا لإطلاق مشروع منطقة التجارة الأمريكية في البحرين مؤخرا، إلى جانب العمل على زيادة المردودات من اتفاقية التجارة الحرة والتي تزيل الحواجز أمام الفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين وتدفع باتجاه تعزيز التبادل التجاري. سعادة النائب عمار جنبر عضو مجلس النواب من واشنطن، شكرا جزيلا لك.